هرجع لك تاني. بوسي هي نفس الحكاية أكيد. بالظبط. كان عندك كام سنة؟ كان عندي وقتها 11 سنة. 11. وانت منين يا بوسي؟ أنا من شبرا خيمة. احكي لي الحكاية. الحكاية إن أنا صحيت من النوم. على صوتك. صحيت من النوم لقيت ماما بتقول لي جهزي نفسك عشان هنروح مشوار. اتفاجئت إن خدتني عند أخويا تحت ساكن معانا. لقيت في واحدة مستنياني شكلها صعب قوي. بتقولي الدكتورة بس هتكشف عليكي وهتطمن عليكي كده وهتطمنك ما تخافيش من حاجة. فقلت لها ماما أنا مش عارفة أنا رايحة فين وفي إيه. قالت لي بس ادخلي لها كلميها بس هي عايزاكي تقولك على حاجة. دخلت ماما طبعا وقتها اختفت ما قدرتش إن أنا أوصل لها. لقيت الدكتورة دي خدتني على السرير في بيت أخوكي. في بيت أخويا. خدتني على السرير وخلتني غصب عني عملت حاجة أنا ما كنتش حابة إن أنا أعملها خالص. حسيت وقتها إن أنا يعني ده موضوع محتاج كذا حد زي ما رباب قالت كذا حد يمسك رجلين البيت عشان يقدر يقرب من المنطقة دي. الأول أنا قلت لها أنت بتعملي إيه؟ قالت لي أنا بس يعني هشوف كده حاجة ولو لازم الأمر ما تخافيش من حاجة بس خليكي بس معايا وما تخافيش من حاجة. استنيت عليها لقيتها بتنده لواحدة من بره تقريبا دادة حاجة زي كده. لقيتها تمسكني من رجلي. أنا كنت مش قادرة أنسى الموقف ده خالص. حسيت إن أنا مش حد بيختني حد بيغتصبني. ما قدرتش وقتها أميز أنا بنت ولا ست ولا أنا إيه ولا أنا كبيرة ولا طفلة. 11 سنة. 11 سنة. كنت في سنة كام؟ كنت في أولى إعدادي. عندك اخوات بنات؟ اه. وحصل لهم كده؟ حصل لهم كده. كنت عارفه القصه دي؟ خالص كنتش عارفه حاجه. الوجع الالم النزيف. انا وقتها ما حسيتش بنفسي بس صرخت كتير. صرخت كتير قوي لدرجه ان انا ما كنتش قادره اخد نفسي. كنت حاسه ان انا هموت. ما كنتش حاطه لاي حد، لا لاي ماما ولا لاي اخويا ولا لاي اختي ولا اي حد خالص كنت استنجد بيه واعرف ايه اللي بيحصل لي دوت. وللاسف بقى حصل اللي حصل. واكتشفت وقتها ان عفتي مش في اني اتطهر او اني انا يتشال جزء من جسمي. للاسف عفتي ان انا اتربى تربيه سليمه واواجه مجتمع بيحاربني كبنت. فللاسف ما قدرتش امنع ده. وقررت لما اتجوز ما اختنش بناتي واخلف ما اختنش بناتي. اعلمهم القيم والمبادئ. وطبعا الجيل اختلف يعني الناس اختلفت والجيل اختلف والعادات والتقاليد اختلفت. انا عايزه اسال سؤال بس يعني هو بعد احنا جزء منك بيتقطع بيتخيط بقى ولا ايه يعني؟ غرزه او اتنين. غرزه او اتنين. سبعه غرز وانت صاحيه مرتين في المنطقه دي ما كانش في بنج ولا اي حاجه.